الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. النعم أيها الأخوة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد من الله تبارك وتعالى حتى ينقطع الشكر من العبد، حتى ينقطع الشكر من العبد. الله سبحانه وتعالى يعلق ذلك على ذاك: لأن شكرتم لأزيدنكم، لأن شكرتم لأزيدنكم. وليس المراد بالشكر شكر الله سبحانه وتعالى فقط، إنما شكر كل من أسدى لك معروفا. الحديث الشريف: من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجروه، ومن آتى لكم معروفا ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتمم معناها أن الأخلاق موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء متمما لمكارم الأخلاق، يعني أن مكارم الأخلاق كانت موجودة حتى عند الجاهليين. المتنبي يقول: وإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. فمعروف عند العرب أن الكريم هو الذي يحفظ الجميل ويعمل على رده ويجتهد في رده، وأن اللئيم ذلك الذي يأكل ويأخذ وتقدم له المساعدات والتضحيات وينسى ولا يذكر من ذلك شيء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تروي عنه السيدة عائشة حديثا في رد الجميل، كانت تقول رضي الله عنها: لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها، يعني يترضى عنها ويترحم عليها، فيحسن عليها الثناء. فذكرها ذات يوم قالت فأدركتني الغيرة، غيرة الضرائب. ومعلوم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بعد السيدة خديجة إلا بعد وفاتها بعامين، وتزوج من أجل بناتها، وتزوج سودة بنت زمعة وكانت كبيرة مسنة، ثم تزوج عائشة، وكل ذلك بعد وفاة خديجة. وربما توفيت خديجة وعائشة لها من العمر 5 سنوات على الأكثر، لكن أدركتها الغيرة، غيرة ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكرر على أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت كلمة يعني ردها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: هل كانت إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. وذكر وأخذ يذكر محاسن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فقال: آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني بمالها يوم منعني وحرمني الناس، ورزقني الله ولدها، أو رزقني الله منها الولد، وقد حرمني ولد سائر النساء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا اعتراف بالجميل يا أخوة، ورد للجميل، يعني بدون مطالب من النبي صلى الله عليه وسلم لإلفه وشريك كفاحه وحمية الدعوة في المقام الأول. السيدة خديجة يا أخوة، يعني هل تخال أن الدعوة ما كادت لتصل إلينا لولا حفظ وحماية ورعاية السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لها؟ الدعوة الإسلامية ما كادت وما كانت لتصل إلينا لولا حماية السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول شأنه. يعني لو ذكرت لها المواقف لن تنتهي، ومع هذا بعد موتها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى لها ذلك. وكذا هذا أمر ربما مع المحبين يكون يعني مفهوم، إنما لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه واحد زي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله صحابي وأبوه هو قائد حملة التشهير والتشنيع على الإسلام،
يعني خرج وتخاذل بثلث جيش المسلمين في أحد، وقاد حملة التشهير ضد رمى السيدة عائشة بالزنا وبرأها الله عز وجل في 10 آيات من في صدر سورة النور، وعمل يعني أشياء، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، ويعني نفسه ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الأفاعيل وسجل القرآن الكريم غلطاته وأكاذيبه وأخطاءه سجلها عليه واحدة واحدة، حتى إذا مات جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مات أبي، مات أبي. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني عشم سيدنا عبد الله، نزع رداءه أو شعاره، يعني اللباس الذي بين الثوب الذي بين اللحم بين جلد النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثيابه الخارجية، نزعه وأعطاه له وقال خذ هذا فكفنه فيه. الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا، فكأن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول زاد طمعه أو زاد عشمه في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له هل تصلى عليه يا رسول الله؟ قال اذهب فأت به، هات ودخل الجامع وتصلى عليه. فحط وضع الجنازة في الجامع والناس تتساءل جنازة من هذه؟ جنازة عبد الله بن أبي ورسول الله صلى عليها. فوقف جاء سيدنا عمر وعرف الخبر وفعل فعلا كان يستغفر منها عمر رضي الله عنه. بعده جاء سيدنا عمر وحال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجنازة وقال يا رسول الله هذا عبد الله بن أبي، وأخذ يذكره بأخطائه الشنيعة، هذا صاحب الإفك، هذا الذي تخاذل بثلث الجيش، هذا رأس النفاق يا رسول الله، قال سأصلي عليه. قال النبي الله تبارك وتعالى يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني تخيل سيدنا عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي أنزل إليه في من أنزل عليه، يعني في يقول له ذا القرآن ده أنزل فيك في عبد الله بن أبي تصل عليه. لقال له والله لو أعلم أن الله يغفر لهم بأكثر من 70 لاستغفرت لهم. في حين النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كلمة 70 ليس معني بها العدد، إنما معني بها الكثرة. العرب يقول لك يا أخي زرتك 70 مرة ولا تريد أن ترد إليه، وهي لا يقصد أنه زارك 70 مرة بالفعل، العدد يعني مش 69 ولا 71، يقصد الكثرة الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فأنزل الله عز وجل تصديقا وتأييدا لسيدنا عمر لرأي سيدنا عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسقوا. طيب ترى لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يصلي أو كان حريصا أن يكفن عبد الله ابن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين في ثوبا؟ عبد الله بن أبي بعد غزوة بدر كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسير، فكساه ثوبا، كسى عم الرسول ثوب وهو أسير في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم محتفظ له بهذا الجميل وأراد أن يرده له ويكسوه ثوبه. عبد الله أصلا من أسرياء المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يرد له الكسوة بكسوة؟ لن تتأتى، إنما رد له الكسوة بكفن هو شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الثوب الذي بين جلد النبي صلى الله عليه وسلم وملابسه الخارجية. وكأن الله عز وجل أراد أن لا يترك حسنة لعبد الله بن أبي حتى يكافئه بها في الدنيا، حتى الرسول ليس في ذهنه أنه هو يسقط له حسنة ولا جميل، إنما في ذهنه وفي خلده صلى الله عليه وسلم أن يرد له معروفا. لكن الله أراد أمرا آخر وهو ألا يبقي لعبد الله بن أبي رأس المنافقين، ألا يبقي له معروفا حتى يكافئه به في الدنيا، فكفأه حتى بالثوب الذي كساه للعباس بن عبد المطلب، كفأه بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه. ونهى الله تبارك وتعالى عن الصلاة على المنافقين، نهى رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أعلمه بهم واحدا واحدا، وقال ولا تقم على قبره زائرا ولا أو داعيا له،
لا تقم لا تقف على قبر احد من المنافقين داعيه تدعو له ولا تستغفر له، لان هؤلاء لا يستحق اصحاب المنطقه الرماديه والذين كانوا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لا يستحق مثل هذا العطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطير يا اخوه ان نحن نكون مسلمين ونتناسى الفضل بيننا ولا يتنزل على احد منا الوحي ان هذا المنافق او ان هذا، لا يا اخوه، بقدر الامكان الانسان يعرف الجميل اهله، وبقدر الامكان الانسان يحسن الى الناس، والشعر يكون احسن الى الناس تستعبد قلوبهم. فلطالما استعبد الاحسان انسانا، فلطالما استعبد الاحسان انسانا. الانسان الذي يحسن ويتعلم بشاشه الوجه وطلاقه بشره للناس يكون قد استعبد ناسا كثيرين استعباد الاحسان، ويكون بذلك ممن اتبع النبي عليه الصلاه والسلام وحافظ على رد الجميل. نجتهد جميعا فان نتخلق بهذا الخلق الكريم الذي اتمه النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله عز وجل ان يعلمنا وينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا واله.